وبعدين يا وجدان، انت بقالك اكتر من شهرين على الحل. بفكر يا دكتور. تفكري في ايه بس؟ مش لما يبقى في ايدنا شيء ملموس نفكر حواليه؟ انت كمان هتقولي انسي؟ انا عمري ما اقول لك انسي، لان انا شغلتي البحث. انا اللي عايز اقوله لك نعمل خطه للبحث. ازاي يعني؟ هو الاستاذ حسن المحامي راجل طيب، عمل اللي عليه في الفتره اللي فاتت، لكن من ساعه ملف القضيه ما اتقفل وهو ساكت خالص. هو ممكن يعمل ايه؟ يعني نجيبه هنا نقعد مع بعض احنا الثلاثه ونتفق معاه انه يطلع على القضايا اللي حكم فيها سالم قبل الحادثه والقضايا اللي كانت معده للحكم. وده هيفيدنا فيه؟ يعني هنشوف الناس اللي ورا القضايا دي، ممكن يبقى خيط نوصل بيهم لحاجه. كل القضايا؟ في اهم قضيتين، قضيه الارض وقضيه الشقه اللي اتكتبت باسم واحد اسمه فرغلي، وناس تانية كانت بتستخدمها وقتلوا فيها الفلاح وهم كانوا اصحاب الممنوعات. سالم قال لي كده، بس ما حدش قدر يثبت اي حاجه على اي حد. المهم ان اللي ورا القضيتين دول ممكن يوصلونا للحقيقه. تفتكر ممكن نوصل؟ ان شاء الله، بس ده بقى هياخد وقت طويل، لان بصراحه الحكايه متعقده قوي. المفروض انك تعيشي بشكل طبيعي. انا عايز احافظ على اليقين اللي جوايا واعيش بالامان اني اوصل للحقيقه. كل ده احساس عادي محدش يقدر ينكره، بس واجب عليكي انك تنسي ولادك الحادثه. وبعدين اديكي شايفه سلمى مسكينه عايشه معاكي جوا الحدث، يعني بصراحه المفروض ترحمي نفسك وترحميهم. مش قادره اكتب، تعبانه قوي، مش عارفه اتجاوز المحنه وتوازن. شاطر، خدي معركتها زي جدك مخاض. صالب وقالب شفته وانتهار، هي كده ما تنولش منها الرضا غير بعد صد ورد واوقع مخاض. وانا طالع السلالم. ما انا عارفه يا حبيبي انك بتحبها. بس بالارانب. طبعا يا حبيبي. طب يلا حبيبتي بقى سمعيني طشه التقليه على الملوخيه، وعايز اسمع الشقه. شامم ريحة تقلية الملوخية من وانا على السلالم. ما انا عارفة حبيبي انك بتحبها. بس بالارانب. طبعا يا حبيبي. انا قوي عمته وخايفة لحسن تكون ماما ما حضرتش. لا محضر اهو. يلا يا حبايبي الاكل جاهز. ربنا يخليكي لينا يا ماما. تسلم ايدك يا حبيبي. اتفضلي حبيب قلبي. حبيبي ربنا يخليكوا ليا يا رب. السلام عليكم. ازيك يا وداء؟ الحمد لله على السلامة. ازيك يا علي؟ ايه اللي انت شايله ده كله؟ قبضت النهاردة. حلوة قوي كده يا بابا. بصراحة احنا محتاجين حاجات كتير قوي. بحكايتكم يا ولاد، سمعتوا بابا قبض جايين تجروا جري من وقتكم؟ كويس، عشان نقعد كلنا مع بعض ونشوف كل واحد عايز ايه. بابا انا كنت عايز احنا نتغدى الاول وبعد كده نشوف كل واحد فينا عايز ايه. طبخه ايه؟ طبخه بشعر بس ومعاها بيض متقشر متحمر. المهم في بروتين. يكون في علمك بقى، انت مش هتتنقل من البيت النهارده غير لما تبتني في الموضوع اللي اتكلمنا فيه. حبيبت ما هي دي الجملة اللي بتقولها لي كل يوم. النهارده بالذات مفيش خروج من البيت غير لما تقولي هتعمل ايه يا فريد. واحنا ما ينفعش نقعد يوم مع الولاد
نتغدى مع بعض من غير ما يبقى ليكي طلبات ومشاكل. انت رايحه فين انت كمان؟ اكلت. اكلتي ايه؟ ما اكلك زي ما هو اهو. ميرسي يا ماما. وانا بقى شبعت. عاجبك كده؟ تنكدي على الولاد؟ ما هو من غيرك، عشان انت على طول منكد عليا. انا منكد عليكي؟ اه طبعا. انا مش كل يوم بكلمك على قرض سنتر مارينا؟ انت عملت على قلبك فلوس قد كده؟ معقول يا فريد بتقر عليا؟ بقول لك ايه؟ انا دماغي مشغول قوي اليومين دول ومش فاضي، بعدين لما نخلص الموضوع ده. خلاص اوكي. بس على الاقل تكتب لي دلوقتي شيك ب 300,000 احضر السنتر عشان اعرف اخد القرض. 300,000؟ خلاص هكتب لك شيك دلوقتي ب 300,000، بس انا بقى تبعديني عن البنوك والقروض ودوشه الدماغ دي. انا مش قاطم وسطي غير مصاريف المدرسين. لا وبنتك مديحه عايزه مدرس انجليزي. ايه؟ لا لا ما اقدرش ما اقدرش. بنت مديحه بالراحه على البيت. انت يا بنت. ايوه يا فندم. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ لا انا مش حامل المصاريف بتاع المدرسين دي خالص. يا بابا يا حبيبي انت عارف ان انا في تانية ثانوي وبعدين محتاجه مدرسين خصوصا في الانجليزي. يا بنت انت مش بتاخد درسين؟ ايوه يا بابا من عفاهم حضرتك. اهدى بس، انا باخد درس في العربي والجغرافيا ومحتاجه في الانجليزي كمان. لا خلاص انا مش قادر، دماغي هتتفرتك. اهدى بس اهدى يا حبيبي. يا عايز حاجتك يا بابا؟ في ايه؟ اهدى ما تعملش في نفسك كده، يعني انا من اول الشهر هقلل مدرسيني واذاكر لوحدي. لا يا حبيبي انت ثانوية عامة. مفيش مشكلة يا ماما، انا هذاكر لوحدي يا بابا. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. معلش يا ولاد سامحوني، اعصابي بتفلت مني. ما تزعلش يا بابا، انا اوفر مصاريفي واقعد في البيت وما اروحش المدرسة خالص. حبيبي يا مجدي، هي جت عليك انت يا ابني؟ في ايه يا وجدان؟ قلتي انك عايزانا. ايوه يا ماما صحيح، في ايه؟ يا رب يكون خير. هي حقيقه ولازم نواجهها كلنا. انا رحت النهارده البنك واخدت عائد الوديعه. لما رجعت قعدت افكر، يا ترى العائد ده هيكفي مصاريفنا كلها وهو الدخل الوحيد لينا؟ زودي عليهم كمان المعيه بتاعتي. ايوه وانا كمان، يعني اي نعم ماهيه الحكومه قليله بس هي برضه تساعد. انا عايز بس مصروف ايدي. وانا يا ماما كل اللي اقدر عليها اعمله. انا مش عايزه مصروف، انا بس هاخد قد المواصلات بتاعتي. انا كنت عارفه انكم هتقولوا الكلام ده بالظبط. عارفه؟ طبعا عارفه. ما انتوا تربيه سالم ابو المجد ووجدان الحسين. مالك؟ مالي؟ ما انا كويسه. اوعى تكوني سمعتي عن جوزك حاجه كده ولا كده ومخبيه عليا. شفتي مع واحدة تانية؟ لا طبعا. أمال إيه بس؟ اسمعي بقى، أنتِ ليكي عندي كلمتين. أوعي يا حبيبتي تخلي نار الغيرة تحرقك. وبعدين أنتِ جوزك راجل كويس وبيعمل لك كل اللي أنتِ عايزاه وبيصرف عليكي بالملايين. بقول لك إيه؟ كل الرجالة كده مالهمش أمان يا حبيبتي. اسأليني أنا، أنا اللي مجربة نار الغيرة بدل المرة اتنين وانحرقت بيها. وعملتي إيه؟ قررت أطنش. حط عصابي ميه ساقعه في فريزر يا روحي. اعمل ايه؟ جوزي بيصرف عليا انا وولادي بالملايين. قلت اعمل ايه؟ اخد اللي انا عايزاه من حبابي عينيه. بس انا مش كده، ما اقدرش ابقى كده. انا عندي مراكز بتجيب لي ده. ايه بقى اللي يخليني اعيش مع واحد خاين؟ وانتي اوام كده خليتيه خاين؟ هو بيخوني بس مع مين؟ بسيري هعرف. بيني وبينك انا مش متاكده قوي بس الشك هيموتني. عليكم السلام ورحمة الله. عايز مين هنا؟ أنا فتحي سواق فريد بيه. يا أهلا وسهلا. الباشا كان باعت معايا الحاجات دي بس لحد ما يجي بالسلامة. يا أنس وشرف حطهم عندي. تحت أمرك. أي خدمة مني أنا؟ مش شاكرين. الله يخليك. سلام يا هاني. السلام عليكم.
اهم قضيتين، قضيه الارض وقضيه الشقه اللي اتكتبت باسم واحد اسمه فرغلي، وناس تانية كانت بتستخدمه وقتلوا فيها الفلاح، وهم كانوا اصحاب الممنوعات. سالم قال لي كده، بس ما حدش قدر يثبت اي حاجه على اي حد. لو اعرف مين اللي كتب للراجل الشقه باسمه كان هو اللي بيستخدمها، يبقى هو اللي كان ورا الحادثه. جايز مامي ازاي احط ايدي على اول خيط للحقيقه؟ ازاي؟ خدي معركتها زي جدك ما خاض، صالب وقالب شفته بامتعاض. هي كده ما تنولش منها الرضا غير بعد صد ورد واوجع مخاط. اندهلي فتحي السواق وخليهم يغسلوا العربيه. تحت امر سيادتك يا هاني. ازيك يا فتحي؟ اهلا وسهلا فيك. الحمد لله. قولي يا فتحي، اختك هتتجوز امتى؟ اهو بعد شهرين ثلاثه كده يعني، ما اكون ظبطت نفسي ان شاء الله. هايل، يبقى فستان فرحها والطرحه عندي انا. ربنا يخليك يا استاني، ربنا يكبر بخاطرك، ربنا يطعمك ما يحرمك، ربنا يسترك ما يفضحك. قادر يا كريم. مش بس كده، انا كمان هعمل لك ماهيه كل شهر، ده غير الماهيه اللي البيبي يديها لك، بس ده يبقى سر بيني وبينك. وماله يا هانم وماله؟ وانا طول ان ماهيتي تزيد؟ هتزيد وهيحصل. خد دول. ربنا يوسع عليك يا استهاني، ربنا يخليك يا رب. بس يعني هو لو فيها اساءة ادب يعني ولا مؤاخذة يعني، سيادتك فجأة كده افتكرتيني. انا فاكراك يا فتحي، وكمان كان في حاجة كده كنت عايزة اقولها بس مش راضية. ليه يا فندم؟ قوليها. احلام سيادتك اوامر. لا مش احلام، ده سؤال واحد. اسألي يعني، اسألي. انت بتوصل البي في كل مكان هو بيروح؟ ها؟ طبعا يا هانم طبعا. انت عارفه سيادتك البيه ما بيقدرش يسوق وانا معاه على طول. يعني مفيش حته بيروحها لوحده اطلاقا يا هانم. انا يعني مثلا بوديه من الشركه دي للشركه دي، وبعدين اوديه يقعد مع عوني بيه في النادي شويه، وبعدين يقول لي روحني يا فتحي احسن انا تعبان كده يعني. وبس؟ بس. امشي انت دلوقتي يا فتحي، ما تنساش الفلوس دي عشان تنسى ان انا اتكلمت معاك. سامع؟ الا سامع. يا نهار زي بعضه، لكون الهانم عرفت حاجه عن الولايه اللي في قلعه الكبش. يا عم وانا مالي، دول قرشين جم في وقتهم.